نتحول للأستاذ أشرف سنجر، أستاذ السياسات الدولية بجامعة بورسعيد. صباح الخير على حضرتك يا فندم. صباح النور دكتور أشرف. يعني أتمنى أن حضرتك تكون سمعت حديث دكتور أديب السيد. يعني هو تحدث عن أن هذه الضربات الروسية على أوكرانيا أنها حق لروسيا أو أنها كرد فعل طبيعي لتحمي حقوقها. كيف ترى هذه يعني وجهة النظر، وكيف ترى العملية العسكرية التي قامت بها روسيا؟ وطبعا أنا هاخد من كلام الدكتور أديب الجملة الأخيرة اللي هو الاعتداء على القانون الدولي. يعني إذا كان هناك اعتداء في السابق فلن يعني نقبل أن يكون اعتداء في اللاحق، وإلا أصبح النظام الدولي أقرب إلى مفهوم العضلات واستخدام القوة. وأنا يعني مع احترامي الشديد لحضرته في نقطة برضو استخدام الأسلحة النووية، في قيود كبيرة لا تستطيع روسيا أو أمريكا أو الصين اللجوء إلى هذا السلاح، لأنه سلاح خطيرا بدمار كبير، ولن تقدم روسيا على استخدامه حتى في العمليات الحالية إذا ما كان حتى هناك في استفزازات ممكن تتعرض إليها روسيا. الموقف تحديدا يعني استهداف بوتين بالتصعيد المتسلسل لضرب طبعا الأماكن اللي فيها العسكرية الأوكرانية، وده يمكن يكون هو محدودية العملية. يعني بمعنى 44 مليون مواطن أوكراني من الصعوبة طبعا استخدام قوة يعني ضخمة تزيد من عدد القتلى الأوكرانيين، وهذا أمر سيدفع طبعا المجتمع الدولي لأخذ إجراءات يعني ربما تزيد عن فكرة العقاب الاقتصادي الشرس ضد روسيا الذي بدأ منذ طبعا التحركات العدائية التي بدأت ضد أوكرانيا. يعني برضو أرجع برضو لنقطة مهمة، أن أوكرانيا حصلت على استقلالها من جمهوريات الاتحاد السوفيتي السابق كدول مستقلة يعني، فبالتالي أصبحت لها وضعية في القانون الدولي بأنها دولة مستقلة ذات سيادة. ولكن دكتور أشرف، يعني اسمح لي الآن، هناك عاجل باجتماع طارئ لسفراء الناتو، يعني ما أهمية هذا الاجتماع تحديدا في وقت يعني حذر فيه الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في كلمته فجر اليوم بأن هناك يعني تدخل، إذا كان هناك تدخل من الجهات الخارجية في أوكرانيا فسوف يكون هناك رد قوي من روسيا؟ يعني أنا أخشى على أوكرانيا الآن، لأن معركة أوكرانيا تبدو الآن أنها معركة لكسر الإرادة ما بين حلف الأطلنطي وبين روسيا. بمعنى آخر، الترابط الروسي الصيني إذا ما تم سيزيل الهيمنة الأمريكية ويزيل الهيمنة هيمنة حلف الأطلنطي، ونصبح أمام نظام دولي جديد تقود الصين وتقود روسيا. هذا أمر من الصعوبة بمكان تخيله لسبب بسيط، بأن القوة الشاملة للثلاثين دولة لحلف الأطلنطي، أنا بتكلم بمعيار مجرد الإنفاق الدفاعي لهم يزيد عن التريليون دولار. يعني 1200 مليار دولار. الإنفاق الدفاعي إلى روسيا 66 مليار دولار. فجوة كبيرة جدا في القوة العسكرية والإنفاق الدفاعي، والحروب تحتاج إلى تمويل وإلى عتاد وإلى استمرار. القوة الاقتصادية كبيرة جدا بهذه الضخامة والفروقات الكبيرة حتى مع جمع روسيا والصين في معركة واحدة. يعني حضرتك تتحدث هنا عن تكلفة الحرب، يعني ولا أحد خارج دائرة التأثير والتأثر. بمجرد يعني تصريحات الرئيس الروسي اليوم ارتفع سعر برميل النفط وتخطى حاجز 100 دولار، وأيضا ارتفع الذهب بنسبة تقدر ب2%. كيف ترى يعني دلالات هذه الارتفاعات والتأثير على الاقتصاد العالمي بشكل عام لهذه يعني العملية العسكرية؟ طبعا ارتفاعات متوقعة، والاقتصاد العالمي سيعاني من ريسيشن ومن ركود ومن يعني ضعف كبير في روسيا وفي الصين وفي أمريكا وفي أوروبا وفي الشرق الأوسط. هذه تحديات
كبيرة على يعني بعد أزمة كورونا، وده اللي بيدل على أن الإيجو أو فكرة الرغبة في أن أثبت كلمتي. يعني أنا في ظني يعني طبعا كل دولة بتحافظ على سيادتها وكل دولة بتحافظ على هيمنتها، ولكن في مسؤولية عالمية، مسؤولية إنسانية، لأن الأزمات التي واجهها العالم منذ أزمة كورونا يعني قضت على أحلام لمشروعات وألمت دول كثيرة. هذه الأزمة يعني ليس وقتها وليس محلها، وخصوصا أن الأوكرانيين يعني أعلنوا أنهم في سعي للتواصل الدبلوماسي وأنهم لن يقدموا طلبا للانضمام في حلف الأطلنطي حتى نهدئ من روعة الروس أو موسكو في هذا التوقيت. ولكن طبعا إدارة الأمر في أربعينات القرن الماضي من ذكريات الحرب العالمية والغزو، وأوروبا طبعا لم تتعرض لتهديد أمني بالشكل ده كما تتعرض إليه الآن. هذا أمر يجعل حلفاء الحلف الأطلنطي 30 دولة يجتمعوا، وأنا أتوقع أن هناك أمور ربما ستكون خارقة الآن، لأن نحن الآن أمام معركة كسر الإرادة. من سيجبن أولا؟ من سيتراجع أولا؟ هنا أصبحت المعركة الآن بين قوة كبيرة ضخمة، ربما مش ربما ده بالفعل واضح جدا في كلمات أعضاء مجلس الأمن النهاردة أنهم لن يتراجعوا عن هذا العمل. الخوف كل الخوف أن هذا يكون تراب أو فخ لجر بوتين، لجر روسيا إلى معركة استنزاف حتى يتم خنقها ولا تكون دولة ساندة للصين، لأن الصين هي التحدي الحقيقي لحلف الأطلنطي، ولم تكن روسيا أبدا موضوعة في هذا الشأن، لأنها كان مطروحا عليها في تسعينات القرن الماضي بان كلينتون أنها تدخل كعضو في حلف الأطلنطي لإدارة الأمن الأوروبي بشكل عام وتحقيق المصالح لكل الدول في أوروبا، وروسيا جزء من القارة الأوروبية. يعني أنا بتصوري أن هذه الأزمة سيكون لها تداعيات خطيرة وستأخذ بعض الوقت، بل كثير من الوقت ربما، ولكن الخوف أيضا يقع على الأوكرانيين لأنهم للأسف سيدفعون ثمنا كبيرا في بين مطرقة بوتين وسندان الأطلنطي.